أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه الحلقة الجديدة من بودير مع نستطيع من العاصمة الإيرانية طهران وتحديدا من داخل المؤتمر السادس لدعم الانتفاضة الفلسطينية والقدس. هذا المؤتمر الذي يكتسب هذه السنة أهمية خاصة لناحية التوترات التي تعاني منها المنطقة والاضطرابات أيضا، فهل سيعيد البوصلة إلى القضية الفلسطينية؟ أبعد من الانتفاضة ودعما لفلسطين كل فلسطين لمواجهة التحديات والتهديدات. تماما علا، وسنبحث مع بعض ضيوف هذا المؤتمر الحلول للوضع الذي يواجه الشعب الفلسطيني. حخام، أريد أن أسألك، لماذا أنتم كشعب يهودي لا يمكنكم إيقاف ما تفعله الحكومة الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني؟ بسم الله، نعتقد أن الأمر يتعلق بأفعال الشيطان. كوننا يهودا لن نتقبل أبدا الصهيونية، وهي السبب وراء وجود دولة إسرائيل. منذ البداية أكدنا أن الصهيونية هي أيديولوجية بدأت تتوجه إلى الأرض المقدسة أي فلسطين، ومعها كل ما يؤمن بهذه الأيديولوجية. عندها احتج الحاخامات والمجتمع اليهودي وتظاهروا وتم قمعهم بشكل وحشي وحتى قتلهم. لدي كتاب بعنوان النضال وكتب أخرى كثيرة يمكن رؤيتها في موقعنا الإلكتروني، ويمكن رؤية مئات الآلاف من اليهود يحتجون، لكن بعدها تعرضوا للضرب المبرح من قبل الصهيونيين وقتل بعضهم. لدي صور لحاخامات تم اغتيالهم. لقد قمنا بالاحتجاج دائما. نحن لا نحمل الأسلحة، لكننا نخرج ونقول إن اليهودية دين، ومن المحرم علينا أن يكون لدينا دولة، فالتوراة يمنع ذلك. وبالطبع لا يمكننا قمع الناس وقتلهم، وبالتالي اليهودية دين، أما الصهيونية فهي تحول ذلك إلى قومية. دولة إسرائيل مبنية على القومية، وذلك يتناقض مع ديننا. لقد اختطفوا اسم إسرائيل واختطفوا هويتنا، ولن نقبل بذلك أبدا. المجموعات الدينية حول العالم، وأنا مقيم في نيويورك قرب منهاتن حيث أكبر تجمعات من اليهوديين المتدينين، وهم ضد الصهيونية، وليس لدينا عالم إسرائيلي هناك. الشيء ذاته في ستانفورد هيل في لندن، حيث توجد مجموعة متدينة جدا وهم ضد الدولة، والشيء ذاته في مائة شعاريم في القدس. لأننا يهود فإننا ضد الدولة ونتألم لمعاناة الفلسطينيين، وندعو الله كل يوم أن يتم التفكيك السريع والتام لدولة إسرائيل الصهيونية. منذ اليوم الأول عندما بدأ الصهاينة بالذهاب إلى فلسطين، حخاماتنا وقفوا واحتجوا. لا رسالة لدينا للحكومة الإسرائيلية. نحن لا نتوجه إليهم بالكلام لأنهم مجرمون ولصوص وقتلة، لذا لا نكلمهم، لكننا نكلم العالم ونحتج ونسير حول العالم. نأمل أن يعرف العالم، وهذه هي رسالتنا، أن الصهيونية قد اختطفت اسم اليهودية، وأن العالم استوعب أنه لا يوجد صراع ديني بين اليهودية والإسلام. هنا في إيران يقولون دائما إنهم ليسوا ضد اليهودية، بل هم ضد الصهيونية والاحتلال، وهم لا يقولون ذلك فحسب، بل أفعالهم تؤكد كلامهم، حيث يوجد هنا كنيس يهودي وجالية يهودية كبيرة، وهم يرون الصداقة كما يفعلون معنا الآن. إن اتضح أن الصراع ليس دينيا، وأن المرء لا يكون معاديا للسامية لكونه معاديا للصهيونية عن طريق إقامة مؤتمر هائل كهذا، يمكن إقامته في إيران، ونحن ممتنون جدا لهم. ربما عندها سيستيقظ العالم وسيستوعب أن الصهيونية عبارة عن مهزلة وكذبة. إنه كيان مجرم.
الأستاذ مروان عبد العال مسؤول الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في لبنان، أهلا وسهلا بك معنا في هذه الحلقة من بودير مع نستطيع. أستاذ مروان، يعني انطلاقا من هذا المؤتمر السادس لدعم الانتفاضة الفلسطينية في طهران، هل نستطيع الحديث عن إعادة إحياء القوى التقدمية وبالتالي توحد النضال المشترك للمواجهة المقبلة؟ يعني لا شك أنه مؤتمر من هذا النوع، خاصة في زمن تصبح فلسطين عبء، وأن نرى بأن القوى جميعا تجتمع على عنوان فلسطين متمسكة في فلسطين ومستعدة أن تدفع الثمن من أجل التمسك في هذا العنوان، خاصة في ظل أن شعب فلسطين لم يهدأ، وأنه ما زال هذه الحقيقة الفلسطينية التي تترجم نفسها يوميا بتفاصيل دقيقة جدا على أرض فلسطين التي تواجه هذا العدوان. أنا أعتقد أن هذا رسالة كبيرة، وخاصة بالكلمات التي تفضل بها يعني سيادة القائد عندما قال بأنه نحن معكم طالما أن هناك مبدأ مقاومة، وعندما نجتمع على مبدأ المقاومة، وعندما نعلو فوق كل الاختلافات، وعندما تكون المقاومة وفلسطين هي الموحد، فهي تكون على الخط الصحيح، وبالتالي ستجد أصدقاء مخلصين لها، ونحن عندنا ثقة بهؤلاء الحلفاء وهؤلاء الأصدقاء المخلصين، لكن علينا أن نقوم نحن ما بواجبنا كقوى تقدمية وقوى من مختلف الاتجاهات على قاعدة مواجهة هذا العدوان. ما الذي أنجزته الانتفاضة وماذا تتوقعون؟ إلى أي مدى أنتم مستعدون للوصول لتستطيعوا الدفاع عن أراضيكم ومساحاتكم؟ يعني دائما نحن عندنا أمل بأن يجتمع العالم على دعم فلسطين، لكن حقيقة دائما الأولوية الأولى في الدعم أن ندعم نحن أنفسنا، يعني الرهان الأساسي على قدرتنا نحن على المواجهة على التوحد، ومن ثم نطالب العالم بما نريد، لكن عندما نختلف نحن على ما نريد من المستحيل. لو جمعنا عشرات من هذه الدول وعشرات من هذه القوى لا نستطيع حقيقة أن نشكل داعما رئيسيا مؤسسيا. سيادة المطران موسى الخوري معاون غبطة البترك للروم الأرثوذكس يوحنا العاشر، أهلا وسهلا بك معنا في هذه الحلقة الجديدة من بودير مع نستطيع من قلب العاصمة الإيرانية طهران. سيادة المطران، ما هي اليوم مسؤولية رجال الدين تجاه القضية الفلسطينية بداية، سيما أنه الدين هو يعني واحد من الأسباب التي تندلع الحروب في العالم بسببه؟ ولا في يوم من الأيام كان مسؤولية رجال الدين بعيدة عن الجهاد عن الوطن، إن كان بفلسطين وكان بغير فلسطين. بس نحن اليوم بما أنه المؤتمر عنا عن فلسطين، ونحن بنقدر نقول كمسيحيين كل مقدساتنا السماوية موجودة هناك، نحن ما عندنا مقدسات أولى وثانية وثالثة، نحن عندنا مقدسات وحدة، كان قبر السيد المسيح، كان كنيسة القيامة، كان كل الأشياء تمت بفلسطين بهالنقطة هناك. كرجال دين ما شفنا ولا مرة كان الموقف تبعهم بعيد عن موقف أي مواطن بهالمسؤولية في الدفاع عن فلسطين أو عن المقدسات أو عن كل شيء، عن الأرض كل شيء، لأن المقدسات هي عبارة عن الأرض، الأرض إذا ما في أرض ما في مقدسات. لذلك منشوف كثير منهم انأسروا، كثير منهم استشهدوا، كثير منهم ماتوا، وما كانوا يخافوا ولا يوم من الأيام، لأنه أنا إذا ما عندي حرية كيف بدي أقدس؟ بتقولي أنت كرجل دين كيف بتآمن بالحرب؟ طيب أنا إذا الأماكن المقدسة اللي عندي راحت كلها، طيب وين بدي أصلي؟ أنا بدافع عنها، أنا واحد، أنا مواطن، أنا هلأ بسوريا، نحن مثلا يعني بالحرب عندنا بسوريا، نحن ما مواطنين سوريين. سمعته كان من خطف عنا شخص رجل دين، وكان من قتل رجل دين، وكان من ذبح رجل دين، وما ما ما خفنا. همنا الوحيد أنه نبقى، تبقى كنائسنا، تبقى أرضنا، تبقى بيوتنا، تبقى عائلاتنا مع بعضنا البعض. اليوم هالمؤتمر اللي صار، بيقول المؤتمر السادس اللي صار بإيران اليوم، أنا بعتبره لقاء كتير حلو، بس اللقاء بيكفي؟ سمعنا كتير حكي، الحكي بكفي؟ بدنا نشوف شو الترجمة بعد هاللقاء شو بصير. الحكي ما بكفي بقى، وخاصة اليوم بهالوضع اللي احنا فيه، هالانقسام العربي المخيف اليوم اللي عم بيكون اليوم، دورنا نحنا دورنا كتير 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 كبير اليوم. دورنا انه اولا مثل ما سمعت اليوم انا، نحاول اللي الداخل يجمعه بعضهم. شفتم ما انا مجتمعين، شفت ازماء كنتوا قبل الظهر في خلافات بين بعضهم كتير، حتى الفلسطينيين جوا، يعني هني اذا موحدوا كلمتهم، نحن وحدنا كلمتنا، كيف بدنا نشتغل؟
بيشتغل كل واحد لحاله ما بيطلع معنا شيء. نحن بنشوف العالم كله اليوم يتهافت على إسرائيل ويتهافت على المادي على المادي، وأنا بعتقد كل الحرب اللي صارت عندنا بسوريا كانت تنتهي بربع ساعة لو ردنا نحن السوريين، لو قلنا نحن بنتخلى عن الفلسطيني. صار لنا 70 سنة 80 سنة ولحد كل شيء صار عندنا بسوريا، العملية الوحيدة اللي نحن ماشيين فيها بنقول فلسطين هي الهم الوحيد عندنا كلنا سوا، لو تخلينا عنه ما كان صار عندنا شيء نحن. فإذا بقدر أقول أنا كرجل دين بقدر أقول أنا إنه صعد بصير سلام بفلسطين بصير سلام عند العرب كله، وإذا ما صار سلام في فلسطين ما رح يصير سلام محل. أنا مسؤول عن كلامي، والأيام قدامنا بتشوفوا كل اللي إحنا ما عملناه انقسام مع بعضنا البعض وابتعدنا عن بعضنا البعض سهلنا لغيرنا إنه يمشي بغير طريق. بقى هاللقاء بتأمل إن شاء الله ما يكون بس عبارة إنه شفنا بعضنا، ما في أحلى من إنسان يشوف وش الثاني، وقد ما فينا نجتمع مع بعضنا ونلتقى نحكي مع بعضنا، بس الحكي ما بيكفي بقى اليوم، بدنا فعل. إذا منلاقي فعل بكون هاللقاء له جدوى، وإذا ما فعل ما له جدوى من مرة. أريد أن أسألك حول هذا الوضع. إسرائيل تتجاهل الأمم المتحدة وكل المنظمات التي تطالبها بإيقاف اعتداءاتها على الفلسطينيين، لماذا لا تتوفر الفرصة للمنظمات الدينية في العالم لأن تنتظم وتتوحد لإيقاف إسرائيل؟ نحن عم نشوف القرارات، أولا نشوف قرارات الأمم المتحدة مسؤولة عنها، كثير قرارات صارت وفي عندها أخذوا حق الفيتو وبيطلعوا قرار بس ما حد بينفذها، ولهني بعدين بيمشوا لتنفيذها. نحن طلعنا قرار، شو طلعنا قرار؟ شو بيطلع بالقرار؟ بتجي دولة هنيك أخذت حق الفيتو. أما نحن كرجال دين إن كان مسيحي ولا إسلامي ما بيكفي بعتقد. حلو نكون مع ونحن مع بعضنا على طول مع بعضنا، مثل ما شفتينا هاني من تلقى على طول مع بعضنا عم نحكي بالموضوع، ما بيكفي. في لأنه سلاح بالنص، في حرب بالنص، في دبابات، في قتل، في بعدين هل يا ترى نحن عندنا تأثير على دولنا؟ هل الإسلام عندهم تأثير على دولهم؟ الدول تعمل مثل ما بدهم؟ لا أكيد لا. اليوم نحن بدنا حد يسندنا. إذا الدولة بحد ذاتها هي الدول ما سندت هي ومشيت، ومو بس مثل ما قلنا اليوم من بكرة نعمل بيان طويل عريض ويعفو الله البيان بتقوم الدنيا، بس ما المهم البيان، المهم نترجم هالبيان عمليا بعدين بواسطة دولنا بواسطتنا نحن نترجم كلها. أما نحن كرجال دين واقفين سد مني على طول عم نصدق وعم نعيط على طول، مين عم بيرد علينا؟ دكتور كفيل محمد من المغرب الناشط الحقوقي، أهلا وسهلا بك معنا أيضا من المؤتمر السادس لدعم الانتفاضة الفلسطينية والقدس من العاصمة الإيرانية طهران. أود أن أتحدث معك باعتبارك ناشط حقوقي اليوم عامل المقاطعة، إلى أي مدى يشكل ورقة ضغط فعلا على إسرائيل وفي نفس الوقت ومساندة للقضية الفلسطينية بشكل عام في العالم؟ وحدثنا من ثم بشكل خاص عن حملة المقاطعة داخل المغرب العربي، تفضل. مسألة المقاطعة يعني كما يعلم الجميع هي مسألة جوهرية وأساسية في الضغط غير المباشر على الكيان الصهيوني وعلى منتوجاته وعلى الأشياء التي يسوقها والتي من خلالها تستغل في قتل الأطفال الأبرياء في فلسطين. فهذه المقاطعة قد تتخذ شكل المقاطعة التجارية، مقاطعة البضائع كما يعلمها الجميع، وقد تكون مقاطعة في شكل سياسي أيضا، وقد تكون مقاطعة رسمية وغير رسمية، لكن الشكل العام المعروف هي تلك المقاطعة التجارية، مقاطعة البضائع. ولا شك أن هذه المقاطعة وبالأرقام الموجودة أحدثت أثراً كبيراً على الداعم والداعمين الإسرائيليين وكذلك على المنتوجات المباشرة التي تنتجها الشركات الإسرائيلية والمصنع الإسرائيلي سواء كان في إسرائيل أو كان خارج إسرائيل. فهكذا شكل من أشكال النضال، يعتبر أنه شكل من أشكال النضال، يؤدي ذلك الدور الذي يؤديه أيضاً الانتفاضة داخل فلسطين. فممكن لكل عربي لم تتح له فرصة
المقاومة أو الانتفاضة وحمل حجارة وضرب بها جندي إسرائيل يمكنه أن يقوم بدوره أيضا وهو في بيته، وذلك بمقاطعته للمنتوجات المعروفة على أنها منتوجات تابعة للكيان الصهيوني، وبذلك نسد عليه الطريق الاقتصادي، لأن كل الحروب أساسها وملجأها ومصدرها هي حروب اقتصادية بالدرجة الأولى. فإن نحن قد قطعنا ذلك المعين الأول فإننا نقطع عليه الطريق إلى قتل الأبرياء وإلى الاستمادة في وتماديه في الاغتصاب. لقد مرر البرلمان الإسرائيلي أخيرا قانونا يسمح ببناء مستوطنات جديدة في الأراضي الفلسطينية. من البديهي أن ذلك يعرقل محاولة الوصول للسلام في البلد والمنطقة. كيف برأيك سيستمر هذا الصراع؟ مسألة الاستيطان ومسألة التمادي في الاستيطان، لأن الاستيطان ليست مسألة جديدة أو حديثة، هو التمادي في الاستيطان هو ما تعرفه يعني المنطقة في الآونة الأخيرة، وهو استغلال للوضع العربي المتأزم والمتفجر. فكلما انشغل العرب بما يسمى بين قوسين بالربيع العربي، والذي أصبح نكبة عربية إن صح هذا التعبير، وحول المنطقة إلى بؤر توتر، وانشغل العالم كله وخاصة العرب والمسلمين على وجه الخصوص بقضاياهم الوطنية، وتناسوا القضية المحورية والقضية الأم التي كانت هي الجامعة بين المسلمين بشتى أطيافهم ومختلف مناحيهم ومذاهبهم وعقائدهم. فهذه القضية تم استغلالها استغلالا من طرف العدو الإسرائيلي، وهكذا تم نلاحظ تسريع وتيرة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية. هذا لا شك أنه سيؤثر بشكل سلبي على عملية المفاوضات وعملية السلام، ولو أنه أنا لا أؤمن بوجود سلام حقيقي بين قوى مختلفة وبين جيش مؤهل وبين شعب مقهور، فلا يمكن أن نتحدث عن سلام بالمفهوم الحقيقي، إنما هو فقط تمضية للوقت واستغلال ماكرا للوقت بغرض وبقصد الاستباح الأراضي الأخرى التي لم تستباح إلى حد الآن. لكن الغريب في الأمر هو هذا السكوت العربي أمام هذه الموجة المتصاعدة التي تشنها إسرائيل على الأراضي الفلسطينية، فلا أجد مبررا ولا مسوغا إنسانيا أو قانونيا أو حقوقيا أو حتى عقلانيا لهذا السكوت على مثل هذه الجرائم، خاصة هذا التوسع غير المبرر في الأراضي الفلسطينية. طيب دكتور محمد، اليوم كان مجددا الدعوة للمقاومة، مقاومة من مفهوم الحقوق اليوم هي السبيل الوحيد لاسترداد الحقوق. نعم، هي دعوة مباركة ودعوة كريمة، والدعوة إلى المقاومة دائما للشعب المستعمر هي دائما دعوة شرعية، وتستند شرعيتها من المواثيق الدولية وكذلك من خصوصيات هذا الاحتلال ونوع الاحتلال الذي تتعرض له الأراضي الفلسطينية. هذه الدعوة إلى المقاومة تتخذ أيضا أشكال، فإما المقاومة المسلحة، وإما المقاومة على المستوى السياسي، وإما المقاومة على مستوى التطبيع كما تحدثنا، هو كله مقاومة لهذا هذا الاحتلال الغاشب. فهذه الدعوة ومثيلاتها التي دائما نحن لا نتفاجأ في المؤتمرات التي تنعقد هنا في طهران حول تبني هذه القضية وإعادة طرحها من جديد، خاصة أنه يعني تم التطبيع مع القضايا الفلسطينية، وتم التطبيع مع رؤية الاغتصابات الجماعية التي نشاهدها للأراضي، وهذا نوع من إعادة الالتفاتة وإعادة نفض الغبار على القضية الفلسطينية وإعادة طرحها من جديد إلى النقاش وإعادة إماطة اللثام عليها حتى يراها العالم ككل. نعم، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا فاصل قصير ونعود.
الفلسطينية. ونحن الآن مع السيد فلسميتي بورفلا من منتدى التضامن الهندي مع فلسطين، شكرا لوجودك معنا. لماذا قررت الهند أن تساند فلسطين على الرغم من البعد الجغرافي بين البلدين؟ الهند لديها تاريخ عريق من مساندة فلسطين منذ زمن بعيد، ونحن الآن نواجه مشاكل لأننا في بلدنا حكومة يمينية أيضا متحالفة مع نتنياهو ومع إسرائيل. أما بالنسبة لما نفعله، فإن منتدى التضامن الهندي مع فلسطين أرسل قافلتين إلى غزة، أولهما عام 2011، وكانت أول قافلة آسيوية مشتركة من قبل 16 دولة آسيوية من الهند إلى باكستان وإيران وسوريا ولبنان ومصر. دامت 34 يوما وكان اتحادا آسيويا متضامنا مع فلسطين. بعدها قمنا بتنظيم مسيرة عالمية مشتركة لأننا أدركنا أننا نناضل معا، لكن المستوطنات تتوسع في القدس والضفة الغربية ونحن نخسر القدس. لذا قمنا بتنظيم مسيرة عالمية للتحالف العالمي لأجل القدس، ونستمر في الحضور إلى المؤتمرات وتنظيم مسيرات في بلدنا، ونريد من حلفائنا في أوروبا وأمريكا وأصدقائنا في لبنان وسوريا وفلسطين بالطبع التضامن. أما بالنسبة لهذه القارة فلا شك أن هذا الوقت أهم جدا، فالعالم العربي الإسلامي في حرب أهلية، وهذا سهل الأمر على إسرائيل لتوسع مستوطناتها في فلسطين. في هذا المؤتمر نحن نتحدث عن وحدة دول المنطقة لأجل فلسطين. إنه أمر مرحب به، لكنني لا أعلم إن كان ذوي الفكر التكفيري في المنطقة سوف ينضمون إلى هذا التحالف. الواقع أن السعودية وقطر والإخوان المسلمين والجماعة التكفيرية السلفية الوهابية متحالفون مع إسرائيل. ما المطلوب إذن؟ المقاومة ضمن فلسطين ليستمروا في فعل ما يفعلونه، وعلينا أن نفعل الشيء نفسه حول العالم. يجب أن تدعم سوريا وحزب الله وإيران المقاومة في غزة وفي الضفة الغربية، ويجب أن تكبر المقاطعة لكل منتجات إسرائيل. على سبيل المثال، هذا العام وللأسف رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي سوف يزور إسرائيل، ونتنياهو سوف يزور الهند. لذلك سوف نقيم مؤتمرا دوليا كبيرا لنعارض تحالف حكومتنا مع إسرائيل حتى ينتهي احتلال فلسطين وتهزم الصهيونية. يجب على الهند ألا تخون مبادئ حريتها. الهند نفسها كانت محتلة وقد ساهمت في بناء حركة عدم الانحياز. إنها دولة مهاتما غاندي وجواهر لال نهرو، لكن الآن يتم تقليصها إلى دولة مثل غيرها، ففي أمريكا ترامب وفي الهند ناريندرا مودي. شكرا جزيلا لك. السيد حمد صالح القطان الكاتب والمحلل السياسي من الكويت، أهلا وسهلا بك معنا في حلقة بودير معا نستطيع من قلب العاصمة الإيرانية طهران. اليوم إلى أي مدى فعليا ما زالت القضية الفلسطينية موجودة في وجدان العرب والمسلمين ودول الجنوب وكل الشعوب التي تسعى إلى التحرر، وتحديدا إذا أمكن الحديث أيضا إلى أي مدى ما زالت موجودة في الخليج العربي؟ طبعا دائما وأبدا القضية الفلسطينية موجودة في الوجدان العربي، الآن خاصة في بعد الأحداث الأخيرة في الشرق الأوسط تغيرت وتبدلت الهموم العربية إلى هموم داخلية، وأصبحت القضية الفلسطينية من القضايا الثانوية التي يهتم فيها المواطن العربي. ولكن اليوم بهذا المؤتمر أثبتت المنظمون وأثبت الحضور بأنهم دائما وأبدا فلسطين تكون في وجدانهم العربي، ودائما هي القضية المركزية الأولى. اليوم نحن يجب أو واجب الشعوب العربية، واجب إحنا الموجودين هنا في هذا المؤتمر، بأن نعيد ونزيد من وعي الشعوب تجاه القضية الفلسطينية.
ونبدأ في هذا الوعي، أو نبدأ أول خطوة بهذا الوعي هو الوحدة العربية، أو هي الوحدة العربية. متى ما توحدنا حول القضية الفلسطينية ذابت كل القضايا الجانبية خاصة المشتعلة في الإقليم. الوحدة الأساسية احنا يعني هذه نقطة مهمة، بأن لا نجزئ القضية الفلسطينية. القضية الفلسطينية أساسا مقاومة، القضية الفلسطينية ليست أساسا تطبيع، لنكون واضحين. من هو مع المقاومة يجب أن نتوحد احنا اليوم، من ضد المقاومة هذا هو مشروع آخر وليس موجود مشروع تحرير فلسطين. فلسطين تساوي مقاومة، فلسطين لا تساوي تطبيع، هذا واضح. فالوحدة نحو المقاومة. شكرا لك. الآن سنتحدث مع الدكتور عباس خميار، نائب رئيس رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية. نشكر قدومك إلى برنامجنا مع نستطيع، وأود أن أسألك حول دعم إيران للشعب الفلسطيني، ليس فقط بإقامة هذا النوع من المؤتمرات، بل من خلال الدعم اللوجستي للشعب الفلسطيني كي يستطيع أن يدافع عن أرضه من الاعتداءات الإسرائيلية. لماذا تدعم إيران الفلسطينيين بهذه الطريقة؟ إيران تعتبر هذا الموقف موقف أخلاقي وموقف مبدئي وموقف عقائدي. أساساً الدستور الإيراني يؤكد على دعم المستضعفين، دعم المحرومين، ودعم الشعوب المستضعفة غض النظر عن الدين والمذهب والقومية. وهذه تأكيد في الدستور، في مقدمة الدستور، وهناك بنود متعددة في الدستور تؤكد على هذا الموقف. هذا بشكل عام. فكيف إذا كانت القضية الفلسطينية، القضية الفلسطينية تعتبر كذلك قضية مبدئية، شعب محروم، شعب مطرود، وهو صاحب الأرض. هناك فئة أخرى تأتي وتجتمع وتتكالب على هذا الشعب. هذا المؤتمر هو مؤتمر قانوني، يعني مؤتمر يصر عليه الدستور، والدستور يصر عليه القانون المصوب من قبل مجلس الشورى الإسلامي، وهناك قانون لدعم فلسطين قبل 25 سنة صوت على هذا القانون. وإحدى بنود القانون الذي يحتوي على 8 بنود، إحدى بنوده هو يعني تأسيس هذا المؤتمر ودعوة كل الفلسطينيين وكل النخب العالمية لدعم هذه القضية ولإيجاد نوع من الوحدة بين التيارات المختلفة والشعب الفلسطيني. دكتور عباس، عادة ما نرى مؤتمرات لدعم الانتفاضة أو فلسطين تكون إما برعاية حزب، برعاية جمعية، برعاية تيار، لكن اليوم إيران كدولة بكل ركائزها للمرة السادسة تتبنى هذا المؤتمر. إيران نفسها التي تتعرض لضغوطات من إسرائيل، من الولايات المتحدة الأمريكية ومن الغرب، هي نفسها التي تتبنى للمرة السادسة بكل ركائزها هذه الدولة هذا المؤتمر. أخبرنا عن الرسائل لو سمحت، لأي اتجاهات هي تتوجه هذه الرسائل وما مضمونها؟ يعني أستطيع القول صحيح هناك رسائل متعددة، وهناك تبني رسمي، وهذا التبني الرسمي ليس جديدا على الحكومة الإيرانية أو على جزء من الحكومة الإيرانية، كون المؤتمر ترعاه يعني يرعاه مجلس الشورى الإسلامي أو البرلمان. لكن هذه المواقف أساسا كانت مواقف إيران لن تخجل أن تعلن هذه المواقف على الصعيد الرسمي وعلى الصعيد الشعبي. القانون الدستور يؤكد على هذا الموضوع، وهذا الدستور مصوت عليه، هناك استفتاء شعبي قوي عدة مرات. يعني فمبدأ أساسي، الحكومة تفتخر بأنها تسير نحو تطبيق الدستور، هذه نقطة. والنقطة الثانية، كانت المواقف منذ البداية بالنسبة للقضية الفلسطينية مواقف شفافة وناصعة، منذ أن أشعل الإمام الخميني ثورته عام 1963 هو الأول الذي أجاز
دفع يعني الوجوهات الشرعية للقضية الفلسطينية، وهذا شيء نادر عند المراجع الدينيين في السابق. والثورة الإسلامية في عنفوان يعني طلعتها وانطلاقها، وفي يوم انتصارها حملت يافطة اليوم إيران وغدا فلسطين. هذا مبدأ وهذا موقف، وأتصور الذي يخفي هذا الدعم يجب أن يخجل، ويجب أن يعني يخفي أهدافه وآماله. هذا أمل كبير، ولكن أنا أريد أن أؤكد بأنه قبل إيصال الرسائل هو التأكيد والتركيز على وحدة الصف الفلسطيني. يعني هذا أتصور أهم من الرسائل التي تريد إيران أن تبعثها في ظل الحراك الإقليمي وفي ظل التحديات الإقليمية. صحيح هناك تحديات إقليمية، صحيح هناك مواجهة كبيرة محتملة مع إيران، صحيح هناك تحالف صهيوني أو عربي غربي صهيوني عبري، هذا كله صحيح. لكن أنا أتصور وأقولها بكل جرأة بأن الهدف السامي هو جمع الصف الفلسطيني للحيلول دون وقوع الفلسطينيين في الفخ، والدفاع عن القضية الفلسطينية. والآن القضية الفلسطينية طبعا تشمل أكثر من الجبهة وحماس والجهاد والتيارات الفلسطينية. الآن القضية الفلسطينية أصبحت قضية مقاومة، هذه المقاومة لن تحصر في إطار الحدود الفلسطينية. شكرا لك دكتور عباس خميار نائب الرئيس للشؤون الدولية على مشاركتنا في هذه الحلقة من بودير مع نستطيع. الأستاذ علي فيصل عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، أهلا وسهلا بك معنا. سيد علي، كانت كلمة المرشد الإيراني السيد علي خامنئي واضحة، سندعم كل من يرفع راية المقاومة ويواجه إسرائيل. وهناك أيضا دعوة للفصائل الفلسطينية للتوحد، أين أنتم كفصائل فلسطينية من هذه الدعوة؟ أولا دعينا نجيب على الشق الأول من السؤال، وأعتقد أن إيران وسماحة الإمام الخامنئي أصاب كبد الحقيقة حينما قال أنه سيدعم كل من يرفع راية المقاومة ضد إسرائيل، لأن المقاومة هي الخيار الأوحد لإنهاء هذا الاحتلال العنصري الذي يمعن استيطانا ويمعن قتلا ويحول الضفة الفلسطينية إلى محمية للصيد البشري، وقبلها حول غزة إلى محرقة بشرية. لكن المقاومة كانت أقوى من هذه المحارق ومن هذه المحميات ومن هذا القتل، وهذا الخيار لدى الشعب الفلسطيني لا تراجع عنه. وحتى الانتفاضة الفلسطينية، انتفاضة الشباب التي انطلقت من القدس، أيضا كانت ردا على هذا الاحتلال وعلى هذا الاستيطان المتغول وعلى جدران الفصل العنصري. هؤلاء الشباب لم يقيموا وزنا لا لاتفاق أوسلو ولا لقيود اتفاق أوسلو ولا للتنسيق الأمني ولا حتى للانقسام، بل توحدوا في ميدان المواجهة ضد إسرائيل، لأن الشعب الفلسطيني يتوحد على خيار المقاومة، يتوحد على خيار الانتفاضة، لأنه لا يقتنع بأي حل آخر ولا بالمفاوضات ثم المفاوضات بعد 23 سنة ما التي حل. توسع الاستيطان عشرات المرات والتهويد لمدينة القدس على قدم وساق، والولايات المتحدة الأمريكية ترعى هذه السياسة، وخاصة الرئيس الأمريكي ترامب الذي وعد الإسرائيليين بنقل سفارة دولة أمريكا من تل أبيب إلى القدس حتى يسهل ويغطي عملية ضم مدينة القدس وضم الكتل الاستيطانية، ويقطع الطريق على قيام الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمة القدس، وليفرض علينا حلا يتناقض مع قضيتنا ومع حقوقنا، حلا يقوم على حكم ذاتي إداري مرتبط في الأردن ولا علاقة له بالقضية الفلسطينية، وهذا تبديد للحقوق الوطنية الفلسطينية. لذلك أقول في ظل هذه التطورات، سواء السياسة الأمريكية الترامبية أو سياسة نتنياهو، لا خيار أمامنا سوى الوحدة. وأيضا هنا أصاب كبد الحقيقة حينما أصر على ضرورة أن تنتهي هذه الخلافات الفلسطينية. سيد علي فيصل عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، شكرا جزيلا لك. شكرا لك.
والآن سوف نتحدث مع خالد هندي ممثل الاتحاد اللاتيني من أجل العودة إلى فلسطين. خالد، شكرا لمرافقتك لنا. أريد أن أسألك حول الدعم الذي تلقته فلسطين من فنزويلا، ولماذا برأيك تتخذ الولايات المتحدة مواقف تجاه الدول مثل فنزويلا وليس تجاه دول مثل إسرائيل التي تنتهك بالفعل حقوق الإنسان في فلسطين؟ بالنسبة للدعم الذي تلقته فلسطين من فنزويلا، كان دعما كبيرا، حتى إن الدول العربية لم تقدمه للشعب الفلسطيني، وقد قدمه القائد الخالد للثورة البوليفارية هوغو تشافيز. نحن لا ننسى هذا، وندرك أنه منذ وقت تقوم علاقة بين الثورة الفلسطينية وفنزويلا، وهو قاتل مع الفصائل الفلسطينية ضد دولة إسرائيل الصهيونية. اليوم قمت بمكالمته شخصيا، واسمه راميريز سانشيز، وهو مسجون في فرنسا منذ نحو 20 عاما. لقد قاتل إلى جانب الشعب الفلسطيني، وقد تلقى الشعب الفلسطيني المزيد من الدعم بعد مجازر غزة عام 2008، عندما طردت شفاز سفير دولة إسرائيل الصهيونية، وبعدها قام إيفو موراليس أيضا بطرد السفير الإسرائيلي من بوليفيا. وفي الوقت نفسه، الدول العربية التي يفترض أنها حليفة فلسطين وشقيقة الشعب الفلسطيني ولديها علاقات دبلوماسية مع إسرائيل مثل الأردن ومصر لم تقم بذلك، لكن هوغو تشافيز فعل ذلك. نحن نذكر أيضا إرسال العديد من الطائرات المحملة بالمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وكيف وصلت بعد 3 أيام من السفر. كنا موجودين عندما انطلقت تلك الطائرات، وكان الرئيس هوغو تشافيز موجودا أيضا لاستقبالها. إذن هذا الدعم الكبير الذي قدمته فنزويلا كان دعما إنسانيا. القائد تشافيز والشعب الفنزويلي يعرفان أن الشعب الفلسطيني حوصر وقتل وظلم عبر قرار إجرامي اتخذته الأمم المتحدة عام 1947، القرار 181 الذي قسم أرض فلسطين بين الفلسطينيين واليهود، وأعطى اليهود 56% والفلسطينيين 44% من الأرض الفلسطينية. وكما أقول، هذه كانت مكافأة من الأمم المتحدة والدول الإمبريالية للعصابات الصهيونية وأصحاب رؤوس الأموال الصهيونية التي تجلت عن طريق وعد بلفور لروشفيلد المصرفي اليهودي الصهيوني خلال الحرب العالمية الأولى. وهكذا حظوا بدعم اليهود ورأس المال اليهودي خلال الحرب العالمية الأولى مقابل إعطائهم الأراضي الفلسطينية ليقيموا بها دولة يهودية. أود أن أتحدث بإيجاز عن موضوع آخر. إننا اليوم نرى كيف تتعرض فنزويلا للاضطهاد الاقتصادي الإجرامي من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، فهم يعرقلون وضع فنزويلا ويجعلون حياة الفنزويليين مستحيلة بسبب الدعم الذي تقدمه فنزويلا للشعب الفلسطيني. ولنقارن انتهاك حقوق الإنسان الذي تمارسه يوميا دولة إسرائيل الصهيونية بحق الفلسطينيين، ولا تتم معاقبتهم من قبل أي دولة في العالم، لكن فنزويلا تعاقب لدعمها شعبا يتعرض لتهديد إجرامي من قبل دولة إسرائيل الصهيونية، وتضطهد سياسيا واقتصاديا من قبل الدول الإمبريالية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية. شكرا لك. وزير الخارجية اللبناني السابق الأستاذ عدنان منصور، أهلا وسهلا بك معنا. يعني أستاذ عدنان، اليوم مع وصول اليمين المتطرف من جديد إلى الواجهة في أكثر من مكان، سواء في أمريكا اللاتينية أم حتى في بعض الدول الأوروبية، هذا كيف يؤثر على القضية الفلسطينية؟ وهل يمكن الحديث بعد عن إعادة إحياء للقوى التقدمية؟ لا شك وصول اليمين في أكثر من مكان وأكثر من دولة في العالم لا يؤثر فقط على الوضع الفلسطيني، على القضية الفلسطينية، وإنما يؤثر على دول وشعوب عديدة في العالم. نحن نعلم أن قوى الهيمنة سيطرت على دول في أنحاء العالم، في أمريكا اللاتينية والوسطى، سيطرت في أفريقيا، سيطرت في آسيا، إذن في منطقة الشرق الأوسط كان هناك صراع دائم ما بين هذه القوى
وبين القوى التقدمية التي سعت إلى الاستقلال والتحرر وعدم التبعية لقوى الهيمنة التي كانت متمثلة في ذلك الوقت بالاستعمار الفرنسي والاستعمار البريطاني. وفي الوقت الحالي نتكلم عن الهيمنة للولايات المتحدة في العالم. إذن وجود هذه الهيمنة لا تتقبل الفئات المتحررة أو الدول التي تسعى إلى الاستقلال الحقيقي الفعلي، الاستقلال السياسي، الاستقلال العسكري، الاستقلال الاقتصادي والثقافي. هناك مواجهة دائما بين هذه القوى، القوى التقدمية من جهة التي تعبر عن نبض الشعوب، عن ضمير الشعوب، وبين القوى المهيمنة التي تعبر عن الرأسمال الشرس. إذن عندما تتراجع الدول في عملية السيطرة أو الاستغلال وتترك المجال لفئات متطرفة يمينية تتقلد مناصب الدولة، هذا يعني أن العودة إلى المواجهة تعود من جديد ما بين قوى الهيمنة وأيضا بين الدول التي عانت من هذه القوى لسنوات وعقود طويلة. وما قضية فلسطين بكل تأكيد، لأن اليمين في العالم واحد، واليمين يسير بسياسة متطرفة تخدم مصالحه بالدرجة الأولى، مصالح بلاده على حساب مصالح شعوب الدول الأخرى. لذلك عندما يأتي إلى البيت الأبيض يمين متطرف، يأتي الرئيس ترامب، ووجدنا تصريحات الرئيس ترامب قبل وصول إلى سدة الرئاسة كيف أدلى بتصريحات متطرفة للغاية تصيب بالصميم الشعب الفلسطيني والقضية العربية وقضايا شعوب المنطقة ككل. وعندما أيضا نتحدث عن قرب وصول اليمين إلى أوروبا أو اليمين يقتحم أبواب الأنظمة في أوروبا، هذا يعني أن موجة من المد المتطرف يظهر في العالم من جديد، قد يأخذ العالم إلى منحى خطير للغاية، إلى مواجهة عسكرية، وأيضا يضع الشعوب شعوب الدول في مكان لابد من أن تخوض معركة أو تخوض مواجهة مع هذه القوى. ضيفنا التالي مارك ويبر، مدير مركز مراجعة التاريخ Historical Review في كاليفورنيا، هو معنا هنا. وسؤالي لك، ما الذي تستخلصه من الخطابات التي أدليت هنا اليوم في هذا المؤتمر؟ هذا المؤتمر هام لأنه جزء واحد من اتفاق دولي على أن الشعب الفلسطيني يستحق العدالة، وأن ما تفعله إسرائيل خطأ. أكبر معارضة لمحاولات محاكمة إسرائيل تأتي من الدعم الأمريكي لإسرائيل عسكريا واقتصاديا ودبلوماسيا في الأمم المتحدة. إيران بالطبع داعم هام جدا للمقاومة الفلسطينية، وهي أكثر رسمية في مقاومتها من أي دولة أخرى، لأنها لا تساوي مع الدولة الصهيونية على الإطلاق. لقد ألقى المرشد الأعلى اليوم خطابا تم مدحه كثيرا، وذكر فيه نقاطا كثيرة كان قد ذكرها من قبل، وأكد مجددا دعم إيران للمقاومة المتصلبة ضد إسرائيل والنظام الصهيوني. ولقد ذكر شيئا جديدا، وهو تأكيده أن دعم إيران للمقاومة الفلسطينية يتناسب مع مستوى المقاومة، وهذا انتقاد غير مباشر لاستعداد الإدارة الفلسطينية ومحمود عباس للتسوية مع إسرائيل من أجل التوصل إلى اتفاق ما. إنه رفض لحل الدولتين، ولطالما كان ذلك موقف إيران، ولها أهمية أكبر اليوم، لأنه منذ بضعة أسابيع قال ترامب إنه ربما يجب ألا يوجد حل الدولتين التي كانت سياسة أمريكا منذ وقت طويل، وهناك إجماع دولي حول ذلك في الاتحاد الأوروبي ومعظم دول العالم. لذا هذا أهم اليوم مما كان في آخر مؤتمر لدعم الانتفاضة الفلسطينية الذي عقد عام 2011، لأن موضع إيران في الشرق الأوسط أقوى مما كان عليه من قبل بشكل عام، ولاسيما بسبب دعم إيران لسوريا. والأمر أكثر أهمية اليوم لأن إيران حليفة روسيا فعلا،
ولقد أكد الوفد الروسي أيضا في هذا المؤتمر دعمه إلى جانب إيران للمقاومة ضد ما تفعله إسرائيل. هذا عامل جديد منذ آخر مؤتمر في عام 2011، وهو عامل التحالف أو الدعم العسكري الإيراني الروسي في الحرب السورية، ولقد غير تماما الحسابات في الشرق الأوسط. ولقد وضح أيضا كما لم يكن واضحا من قبل أن السعودية الآن ليست فقط حليفة الولايات المتحدة بل هي حليفة إسرائيل أيضا، وهذا يساهم في تغيير الوعي تجاه الشرق الأوسط والوضع إجمالا. بالإضافة إلى هذا، منذ آخر مؤتمر في عام 2011 عانت الولايات المتحدة من خسارة هيبة كبيرة، ليس فقط بسبب حرب العراق الكارثية بل أيضا بسبب حسابات إدارة أوباما الخاطئة جدا حول سوريا ومقاومة نظام بشار الأسد في سوريا ضد داعش والمسلحين. لكنني أظن أن الأمر المخيب للأمل في هذا المؤتمر كان عدم ذكر الخطوة التالية بشكل واضح. كيف ستتأثر هذه المقاومة؟ إحدى أكبر نقاط الضعف لدى المقاومة الفلسطينية انعدام الوحدة، ولقد تحدث الجميع في هذا المؤتمر بشكل متكرر حول الحاجة إلى الوحدة، ومنهم المرشد الأعلى في خطابه، لكنه لم يقل لنا كيف يمكن تحقيق هذه الوحدة. أنا من الولايات المتحدة ولدينا بالطبع دعاية شديدة، فالإعلام عدواني جدا تجاه فلسطين ودعم كبير لإسرائيل. إحدى الأشياء التي تتكرر في الولايات المتحدة أن السلام مع فلسطين مستحيل، لأن الفلسطينيين يقاتلون بعضهم بعضا ولا أحد يتحدث باسم فلسطين. مارك، شكرا جزيلا. في ختام هذه الحلقة نقول نعم، نستطيع أن نعيد تسليط الضوء على القضية الفلسطينية واستمرار المقاومة في زمن التشتت لكي لا نفقد الهوية النضالية. سي ما نستطيع. نستطيع.